توجيهات رئاسية بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية ومتابعة من الرئيس السيسي لجهود تطوير شركات قطاع الأعمال. خلال اجتماع مجلس المحافظين، رئيس الوزراء يوجه بضرورة مواجهة أي محاولات لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع بمنتهى الحسم. الأردن يستضيف غدا قمة إقليمية لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته، فضلا عن ملف أمن الغذاء والطاقة بالمنطقة والعالم. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرتنا إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك إضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، وجه الرئيس السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات الفنية والمهنية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته، بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني وكثوابت أساسية لصون المال العام. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام عرض في هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والتي تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى تخطي ما به من معوقات ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي. كما اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات في إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التي تملكها. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. الاجتماع تناول متابعة مبادرات الصحة العامة وتطوير الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على آليات تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية في وحدات الرعاية الأساسية، بما فيها الوحدات في نطاق مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف زيادة معدلات التشغيل ورفع كفاءتها الإنشائية ودعم الخدمات المقدمة بها.
وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية، وكذلك تزويدها بكافة الأدوية والأجهزة اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه. كما وجه سيادته بإضافة عيادات تخصصية لخدمات وحدات الرعاية الأساسية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تغطية تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج، وكذلك متابعة مرضى الأمراض المزمنة ورعاية كبار السن، فضلاً عن العمل على تفعيل خدمات الطوارئ على مدار الساعة في بعض وحدات الرعاية الأساسية، وكذلك دراسة تقديم خدمات منزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود القائمة لتحسين صحة الأسرة المصرية وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، حيث وجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر سنوي باشتراك كافة الخبراء ذوي الصلة، بحيث يتم تناول الأوضاع الصحية على مستوى الجمهورية وموقف الخدمات والمبادرات المتنوعة المقدمة في هذا الصدد، فضلاً عن المساهمة في عملية التوعية الصحية، خاصة ما يتعلق بتقديم خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة من خلال الصحة الإنجابية. كما وجه السيد الرئيس في ذات السياق بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملة طرق الأبواب، بحيث تضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واستفادة كافة الفئات بالمحافظات والقرى والنجوع، وذلك لتحقيق أكبر نسبة تغطية ممكنة لتلك الخدمات. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية لانتهاء كل مشروع، حيث وجه سيادته بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانتهاء تلك المشروعات والعمل على إزالة أي معوقات تعرقل سرعة الإنجاز، لا سيما مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة النيل الطبية المتكاملة. ووجه السيد الرئيس أيضا في هذا الصدد بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية لتقديم الخدمات الصحية وتوسيع أوجه الشراكة مع القطاع الخاص، بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، خاصة ما يتعلق بتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية على مستوى الجمهورية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس ومبرة المعادي والمستشفى القبطي. واطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من مستشفى جديد بسعة 300 سرير، إلى جانب جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بمدينة بدر، وكذلك جهود تطوير مرفق الإسعاف العام للتوسع في الخدمات الإسعافية. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وخلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس أكد مدبولي طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها. وأشار مدبولي إلى أن هناك بعض الملفات والموضوعات التي تتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة. كما وجه رئيس الوزراء كافة المحافظين بالعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات بهدف الاستعداد لمعارض أهل رمضان، على أن يتم ذلك بالمجان. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك ثلاثة ملفات مهمة تأتي على رأس أولوياتها ملف الاستثمار في هذه المرحلة، وتتمثل في حل مشكلات المستثمرين قائمة وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، بالإضافة إلى الترويج للمشروعات والفرص المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة،
وأوضح مدبولي أن الدولة قامت بتفعيل الرخصة الذهبية وتمت الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية لثمانية مشروعات خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، ومن ثم يجب متابعة هذه المشروعات لبدء العمل بها. رصد فيديو منشور على موقع وزارة الدفاع مظاهر الحياة والبهجة على أراضي سيناء، وذلك بعد نجاح عمليات التطوير والتنمية الشاملة على أرض الفيروز. رصد الفيديو حال الأسواق والمحال وتردد المواطنين على الأماكن العامة بكل حرية وأمن وسلام. هي مدن محافظة شمال سيناء قد استعادت رونقها وأصبحت آمنة مطمئنة، وعادت الحياة طبيعية لا تختلف عن أي مدن مصرية بأي محافظة. عندنا محاور عديدة: تنمية زراعية، تنمية صناعية وتعدينية، تنمية ودي مهمة جدا برضو، التنمية المجتمعية، حيث تقام الآن مئات المشاريع القومية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، وينفذها ما يزيد عن 400 شركة جميعها مصرية تعمل بأيدي أبناء شمال سيناء. وتولي القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لتعمير تلك المحافظة التي تنعم بالعديد من الكنوز، وها هي الدولة قد شارفت على الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش. ميناء العريش طور تطوير شامل لخدمة أهالي شمال سيناء، والمنظومة بتاعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلها، اللي هي في الشمال في ثلاث مواني وفي الجنوب ثلاث مواني، فأعتقد المنظومة كده هتبقى متكاملة جدا. قيادة سياسية واعدة شايفة ان هي ممكن تطور الميناء بشكل قوي جدا. بناء على توجيهات الدولة ان احنا شغالين على المشروع القومي لتطوير ميناء العريش، والتنفيذ كلها 100% شركات مصرية، وبإذن الله ده هتبقى نقلة تانية خالص بالنسبة لمحافظة شمال سيناء وللجمهورية مصر العربية تماما يا فندم، لان هي بتنفرد ميناء على البحر الأبيض المتوسط. ميناء العريش ليها مميزات، بتطل على دول كتيرة، فرص الاستثمار هتبقى متاحة جدا، وإن شاء الله بإذن الله ده هيكون العائد على المحافظة وعلى مصر إن شاء الله حاجة كبيرة جدا يا فندم. تعد جامعة العريش الحكومية إحدى المشروعات التي أدخلت الفرحة على قلوب الطلاب من أبناء سيناء. أدي ملحمة الانتصار، ملحمة العبور، ملحمة التنمية موجودة قدام حضرتك. أنا بعتبر قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 147 سنة 2016 بإنشاء جامعة العريش ومن أهم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتنمية في سيناء. كنت في الأول أنا ذات نفسي أخاف أمشي في الشارع بصراحة يعني، لكن دلوقتي لا، الدنيا أمان جدا. تمشي عادي، أنت مش خايف أصلا إنك تمشي، الأول كنت بتخاف ومفيش حظر دلوقتي زي الأول. لا، هي بئر العبد حاليا يعني أصبحت تمام جدا وكل الناس فيها بخير، والوضع الأمني فيها كويس جدا ده بفضل طبعا الجيش بتاعنا وأمن بلدنا. كما شهدت محافظة شمال سيناء العديد من مشاريع الإسكان، ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي بحي المساعيد بمدينة العريش أحد نماذجها. احنا النهاردة في مشروع الإسكان التعاوني اللي هو 105 عمارة بحي المساعيد، وحي المساعيد ده مدخل مدينة العريش وبيتميز بقربه من الأماكن السياحية وأيضا جامعة سيناء. المشاريع السكنية سواء في العريش في إسكان تعاوني والإسكان الاجتماعي بحوالي 2136 وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، وأيضا رفح حوالي 621 عمارة سكنية في رفح الجديدة، وأيضا المنازل البدوية برضو جهاز تعمير سيناء لنا شرف العمل في المنازل البدوية، لأن طبعا حضرتك عارف الثقافة البدوية والثقافة السيناوية برضو مش كله بيقعد في الأماكن اللي هي العمارات السكنية، بيفضلوا برضو المساكن اللي هي المنفصلة برضو عشان الطبيعة القبلية، فبيتم برضو جهاز تعمير سيناء بينشئ المنازل البدوية. المنزل البدوي بحوالي 120 متر مسطح ومنفصل وليه حوش ليواكب الطبيعة البدوية والطبيعة القبلية. هنا داخل مدينة العريش تقع محطة مياه الكيلو 17، والتي تعد أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط، إذ تخدم العديد من مدن المحافظة ومشاريعها القومية. المحطة دي مبدئياً بتنتج 100 ألف متر في المكعب في اليوم مياه، وهي قابلة للتوسط وبـ 300 ألف،
طبعا بعد التوسعات دي هتبقى طبعا اكبر محطه يمكن في الشرق الاوسط يعني، ودي حاله مشكله كبيره هنا بالعريش، لان طبعا العريش من زمان عارفين ان فيها مشكله ميه، يعني ميه ماسكه بتيجي ماكسيمم من يومين في الاسبوع. وعلى مستوى التعليم شهدت مدن المحافظه افتتاح العديد من المدارس خاصه بعد عودة الحياة إلى طبيعتها. بالفعل عدد المدارس بيزداد، إحنا النهاردة في مدرسة من المدارس الرسمية لغات، إحنا بدأنا بمدرسة واحدة، إحنا النهاردة عندنا 10 مدارس من هذه النوعية، وحرص وإصرار الدولة ووزارة التربية والتعليم على توفير كافة أنواعات التعليم في المحافظة. المدرسة كويسة والله رفع راسنا وبتعلمنا كويس، والصراحة أنا فخور إن أنا في المدرسة دي. يعني بيعملونا حلو وما شاء الله على مدرسينا بيشرحوا لنا كل حاجة. بنقدم المنهج للأطفال بأكتر طريقة ممتعة هم تقدر توصل ليهم. المدرسة مهتمية بينا ومهتمية بالنظافة وبنذاكر كويس، بيدونا موسيقى بيدونا رسم بيعلمونا على الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف الأولاد موجودين كلهم والأمور طبيعية في المحافظة، ما فيش أي مشاكل من أي نوع يعني، ما فيش فصل دلوقتي ما فيهوش شاشة تفاعلية موجودة للعرض أو للتفاعل لشرح الدروس يعني وكده وعرض المواد التعليمية عليها. وها هي مستشفى العريش العام تشهد عدة مراحل من التطوير، حيث استحدثت بها العديد من العيادات والمراكز العلاجية المجهزة على أعلى مستوى. النهاردة في مستشفى العريش العام يعني شهدت كثير من التطورات خلال الفترة اللي فاتت، يمكن تم استحداث خدمات ما كانتش موجودة بالمحافظة. طبعا في حتى الآن يعني اللود كبير قوي على مستشفى العريش العام، والحمد لله احنا قد المسؤولية بفضل دعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع القيادات هنا في المحافظة ووزارة الصحة. لكن إنشاء كلية الطب ومستشفيات جامعية طبعا هيضيف كتير قوي للمحافظة وهيفيد الناس هنا، هتبقى أفضل كتير يعني إن شاء الله. لا ما شاء الله الحين بصراحة مستوى اللي ما شاء الله يعني بآجي كله يعني الحمد لله دكاترة حرام كله يعني مستوى يعني فرقت بين الأول والحين بصراحة كله الحمد لله زي العسل. وهكذا عادت الحياة إلى مدن محافظة شمال سيناء آمنة مطمئنة. الأوضاع الأمنية اتغيرت بشكل جذري وبالوضع بقى جيد جدا وبقينا زي كل المحافظات. الأوضاع بسم الله ما شاء الله حلو خالص، والأمن والأمان أحسن من الأول كمان يعني. كنت في 2014 و2015 كنت بنزل وبتشاهد قبل ما انزل، عشان كان الوضع يعني غير مستقر تماما. حاليا يعني العريش بدأت ترجع أحسن من الأول. بالأول كان ضرب نار باستمرار، وكانت برضو الوضع ما كانش أمان نهائي، كان خوف. أنا كنت في إسماعيلية وجيت استقرت هنا. هو الأمن الحمد لله مستقر في البلد، ووضع البلد أحسن من الأول، وفي حالة تقدم في البلد. الوضع الأمن مية مية، وفيش أي حاجة، احنا في وضع أحسن كتير من سن فاتت. الأمن الحمد لله استقر مش زي الأول الحمد لله. الحياة رجعت لطبيعتها، أنا بعتبرها 100%، وإن شاء الله شايف بشاير خير بأمر الله. إنها وبحق بشائر خير تطل علينا من أرض الفيروز، أرض المعادن والكنوز. سيناء منارة يشع نورها وخيرها على كافة أرجاء الوطن. وعد هنصنها بحياتنا جوه قلبنا وفي عينينا، عهد من جيلنا وكلمة والتزام واجب علينا، وانت تفتكر مات فيها مين، وانت ماشي في سينا ادعي واحنا وياك نقول امين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 783 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 827 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 91 طن.
وفي مجالي حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي لأرز الشعير والأبيض تم ضبط 636 طن. أما في مجالي حجب وبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي للأعلاف الحيوانية تم ضبط 52 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 27 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 20 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 988 قضية، من بينها 219 قضية خبز ناقص الوزن و273 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 708 عنصراً إجرامياً، ومصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 302 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 100 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1185 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وجرينوف و160 بندقية و94 بندقية آلية و48 مسدساً و881 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و120 خزينة، إضافة ل 1486 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 578,352 حكماً قضائياً، من بينهم 2,353 حكم جناية و207,707 حكم حبس و286,790 حكم غرامة و81,502 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضم 21 متهماً، قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 116 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2237 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2487 متهماً، من بينها أكثر من 1486 ونصف كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 635 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر،
وكمية من مخدر الهيروين قاربت على 118.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 34 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 68.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 55,870 قرص مؤثر و 24,424 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 20,260 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 153 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. يستضيف الأردن غدا قمة بغداد الثانية للتعاون المشترك التي تأتي استمرارا لقمة بغداد الأولى التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس من العام الماضي. وتهدف القمة لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته، وتناقش تحديات الأمن الغذائي والدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم. وتجمع القمة العراق ودول الجوار إضافة إلى فرنسا. كما يشارك في القمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من الأردن زميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى هناك. أحمد، انقل لنا أهم الاستعدادات الجارية لانعقاد قمة بغداد الثانية بالأردن.
نعم صح أتحدث إليك الآن من البحر الميت حيث مقر انعقاد المؤتمر وبالتحديد من داخل مركز الملك الحسين ابن طلال للمؤتمرات. هذا المركز الذي سوف يستضيف في صباح الغد ظهرا بمشيئة المولى عز وجل قمة بغداد للتعاون والشراكة. هذه القمة التي تنعقد في نسختها الثانية للتأكيد على دعم العراق واستقراره وأمنه ووحدة العراق أيضا وعدم التدخل في أموره الداخلية تحديدا، فضلا عن إعادة إعمار العراق للعودة بالعراق مرة أخرى إلى مكانتها في محيطها الإقليمي. نتحدث عن فعاليات هذه القمة التي سوف تنطلق غدا في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت عمان، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث وصول القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة والتي يشارك فيها كل من سلطنة عمان والبحرين للمرة الأولى في النسخة الثانية، بالإضافة إلى 6 دول العربية المشاركة في هذه القمة فضلا عن فرنسا ممثلة في الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه القمة بعد وصول الوفود كما ذكرت في 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يتم بعد الوصول أخذ صورة تذكارية. هذه الصورة تكون بمثابة إذانا ببدء فعاليات القمة في 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، حيث تبدأ بكلمة للملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومن ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم باقي كلمات القادة وأيضا الوفود والمنظمات المشاركة في هذه القمة. نتحدث أيضا عن مشاركة الجامعة العربية ومشاركة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي فضلا عن الاتحاد الأوروبي. بعد الكلمات الرئيسية ترفع الجلسة ثم تنعقد جلسة أخرى مغلقة ثم لقاءات ثنائية ما بين الزعماء والقادة المشاركين في هذه القمة. هذه القمة في الأساس صحر الهدف الرئيسي منها كما ذكرت إعادة الإعمار. نتحدث عن قمة سياسية، قمة أمنية تلتئم فيها دول جوار العراق للعودة بالعراق مرة أخرى، لأن بلا شك العراق القوي يعد بمثابة ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي والإقليمي في المنطقة. ملفات عديدة سوف تطرح غدا على طاولة النقاش، أهمها الأمن الغذائي، الأمن الدوائي، وأيضا يعني من بين هذه التحديات أزمة الطاقة التي لا تؤرق العراق فقط ولكن تؤرق المنطقة ككل. إليك مرة أخرى. نعم، قمة كما ذكرت تناقش تحديات عدة. من الأردن الزميل أحمد عبد الصمد موفد التلفزيون المصري إلى هناك، شكرا جزيلا لك. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المعطيات الخارجية تؤكد أن هناك شيئا يتم التحضير له لحل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان وأن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت. واعتبر ميقاتي خلال لقائه بمجلس نقابة المحررين بمقر الحكومة اللبنانية، اعتبر أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح للوصول إلى حل، مشددا على أن الأولوية الأساسية هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. أوروبا تضع سقفا لأسعار الغاز الطبيعي وموسكو تعتبره غير مقبول وتبحث الرد.
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوفير مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال كلمة له عبر الفيديو كونفرنس لقادة الدول أعضاء تحالف قوة الاستطلاع المشتركة المجتمعين في لاتفيا، طالب زيلينسكي بزيادة إمكانية تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي وعربات مصفحة حديثة لصد العمليات العسكرية الروسية. أطالبكم بزيادة إمكانية إمداد بلادنا بأنظمة دفاع جوي والمساعدة في تسريع قرارات الشركاء ذات الصلة. بنسبة 100% ستكون الدرع الجوية لأوكرانيا من أنجح الخطوات ضد الهجمات الروسية. هذه الخطوة مطلوبة الآن. لكي تنجح عملياتنا الدفاعية نحتاج إلى مركبات مصفحة حديثة، خاصة الدبابات. لا يوجد تفسير لحقيقة أن أوكرانيا لم تتلقى بعد قراراً بشأن توريد الدبابات الحديثة والفعالة. هذا أمر حيوي بالنسبة لنا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو أولت الكثير من الاهتمام في الأونة الأخيرة بالمسائل الأمنية مع بيلاروسيا. وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا مستعدة للعمل على تطوير المفاعلات النووية في بيلاروسيا، وأن هناك مجالا يتعلق بالتعاون العسكري التقني بما في ذلك تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة. نعم، نحن نعمل على تطوير المفاعلات الجديدة، والأهم أننا مستعدون، وفقط استكمالا لحديثكم بالتركيز على هذا الفرع من الاقتصاد وتأهيل الكادر الوطني، ولدينا اتفاقيات بهذا الخصوص ومستعدون لمواصلة هذه القضايا والمضي قدما لتطبيق وتنفيذ برامجنا في هذا المجال، ولدينا أيضا مسارات أخرى مثيرة للاهتمام تتعلق بالمسار المالي بما في ذلك في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأيضا التعاون العسكري التقني، ولا يرتبط فقط بتوريدات متبادلة من الأسلحة والمعدات، ولكن أيضا التكامل والعمل المشترك لتطوير التقنيات العالية. من جانبه شدد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على أهمية العمل بشكل مثمر في المجالات الاستراتيجية مع روسيا. وأوضح لوكاشينكو أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي مع موسكو. وبودي أن أؤكد على أن بيلاروسيا هي الشريك التجاري الكبير، وبالفعل بيلاروسيا تقف إلى جانبكم وجميع المسائل بما في ذلك المسائل الاقتصادية كنا نعالجها انطلاقا من هذا الموقف. وفيما يتعلق بالاقتصاد كما تفضل السيد الرئيس، فإن نعم المسائل الاقتصادية هي من أولوياتنا، وعلينا أن ندرس اليوم حالتها، وإذا كانت هناك مسائل لم يتم حلها فعلينا أن نجد طرقا لمعالجتها. وأود أن أؤكد بأنه في 2021 فقد أحرزنا تقدما كبيرا في التقدم الاقتصادي، والتبادل التجاري بين بلدينا وحتى بدء العملية العسكرية الخاصة كان قد نما بأكثر من 30% ليصل إلى مستوى كبير جدا. إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريبات عسكرية في حيز للتدريب في بيلاروسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنود الروس الذين وصلوا إلى بيلاروسيا في إطار التجمع الإقليمي للقوات يواصلون دورة تدريب القتالي المكثف. اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية أن السقف حدد عند 180 يورو. وقالت وزيرة الطاقة المالطية مريام ديالي إن تحديد سقف لسعر الغاز جاء بعد مناقشة بين الدول الأعضاء استمر لأشهر، واصفة الأمر بالإنجاز.
من جانبه اعتبر الكرملين أن تحديد الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار الغاز يعد هجوما على آلية تحديد السوق للسعر وهو أمر غير مقبول. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ما زالت تبحث الإجراءات التي ستتخذها للرد على فرض الغرب سقف أسعار للصادرات النفط الروسية عند 60 دولار للبرميل. أعلنت روسيا إجراء مناورات بحرية مشتركة مع الصين من 21 حتى 27 من ديسمبر الجاري. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي. وأضافت أن الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين البلدين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. اجتاز رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تصويتا على الثقة في البرلمان. وشكل أنور إبراهيم الذي تقدم ائتلافه في انتخابات 19 من نوفمبر الماضي ب 82 مقعدا حكومة وحدة مع عدة أحزاب متنافسة أصغر، حيث لم تسفر الانتخابات العامة الشهر الماضي عن فائز واضح. ومن جانبه شكك تحالف المعارضة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين والذي يضم 74 مقعدا في شرعية التصويت. سجلت الصين أولى الوفيات منذ تخفيف الإجراءات المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا في إطار سياسة صفر كوفيد. وكانت الصين قد تراجعت مطلع ديسمبر الجاري عن غالبية القيود الصحية التي كانت تفرضها منذ قرابة 3 سنوات مع ظهور أولى حالات الإصابة بكورونا في مدينة ووهان وسط البلاد نهاية عام 2019. أحال رئيس مجلس النواب 9 مشاريع قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس، منها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك إلى اللجان النوعية لمناقشتها. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته على مجموع مواد مشروع قانون مقدمة من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون بنظام هيئة قناة السويس. جلسة جديدة وصل خلالها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة. في مستهل الجلسة العامة أحال رئيس مجلس النواب 9 مشاريع قوانين مقدمة من 10 عدد أعضاء المجلس، منها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك إلى اللجان النوعية لمناقشتها وإعداد التقارير عنها لعرضها على المجلس خلال الجلسات المقبلة. وخلال الجلسة أيضا أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون بنظام هيئة قناة السويس. شكرا للحكومة على سعيها دائما لفكرة جذب الاستثمارات وتنمية الموارد. الحقيقة بالنسبة لصندوق تنمية هيئة تنمية قناة السويس أتفق تماما مع الهدف السامي لتنمية الموارد، وأتفق تماما مع الهدف السامي لجذب الاستثمارات الأجنبية. سيادة الرئيس، محدش يقدر ينكر الدور الكبير اللي بتقوم به قناة السويس خاصة في حركة التجارة وقيامها بنقل وتسهيل أكثر من 12% من حجم التجارة العالمي، بالإضافة للدور الأهم للاقتصاد المصري بتوفير أكثر من 8 مليار دولار سنويا من العملة الصعبة لصالح الاقتصاد المصري. فكل التحية والتقدير لكافة رجال هيئة قناة السويس من أصغر عامل حتى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع على مجهودهم المبذول في الفترة الماضية. هذا وقرر مجلس النواب تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس تسعى من خلاله إلى زيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك لجلسة قادمة.
هذا وقد أجرى التلفزيون المصري لقاء مع عدد من النواب بشأن مشروع قانون صندوق هيئة تنمية قناة السويس، حيث أكد النواب أن مكاسب هائلة ستعود على قناة السويس من إنشاء هذا الصندوق. الحقيقه بالفعل بنناقش النهارده صندوق انشاء قانون صندوق هيئه تنميه قناه السويس، وهو صندوق في غايه الاهميه من حيث الاهداف اللي كلها بتصب في تنميه موارد قناه السويس، جذب الاستثمارات الاجنبيه والوطنيه لمرفق قناه السويس. المرفق له ثقل لوجستي وتجاري عالي جدا، يمكن التطور او التقدم خطوه بشكل خارج الصندوق بانشاء هذا الصندوق، يمكن ده بيغنينا عن البيروقراطية اللي بيعاني منها المستثمر عادة، وده بيخلينا نقدم خطوة لقدام في جذب الاستثمارات أكتر. هو الهدف منه إنشاء صندوق سيادي اقتصادي لدعم هيئة قناة السويس ودعم المرفق وزيادة استثماراته، وهذا الصندوق يمثل الهيئة في صلاته بالغير، ونقدر يعني يعمل استثمار للإيرادات اللي جاية من هيئة قناة السويس. طبعا مفيش شك إن إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس دي هيئة أهم جدا، هي استراتيجية، يعني العوائد اللي بتيجي من الهيئة أو المكاسب اللي ممكن تحققها الهيئة بتعود بالنفع بشكل كبير جدا على الاقتصاد المصري. إن يتم إنشاء صندوق من شأنه دعم وتطوير المنظومة داخل الهيئة، دعم استثمارات الهيئة والمشاريع، أعتقد إن ده شيء هيكون هام جدا في صالح الاقتصاد المصري والهيئة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 14 و15 من قوافل ستر وعافية لأهالي مركز إسنا بمحافظة الأقصر. تستمر الفعاليات حتى غد الثلاثاء بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني، وذلك لتقديم خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، بالإضافة إلى توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك محمد عبدو، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعا للرأي حول رؤية المصريين للتحول الرقمي، وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8% من المصريين يمتلكون كروتا بنكية، حيث تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية والمدن. كما أشارت النتائج إلى أن 21.5% من المصريين قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة. أكدت وزارة البترول أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيئ المناخ لسرعة تنمية المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير البترول طارق الملا مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث تم استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة. إلى أسواق البترول العالمية، حيث استعادت أسعار النفط قوتها بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنت أو بنسبة 8% ليصل إلى 79 دولار و69 سنت للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85
80 سنت أو بنسبة 1.1% مسجلا نحو 75 دولار و14 سنت للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3 دولارات و7 سنتات للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8% لتسجل نحو 6 دولارات و7 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكر منتدى الطاقة الدولي أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر في أعلى مستوى لها في 30 شهر، وزادت صادرات الخام بنحو 7% ليصل إلى 7,773,000 برميل يوميا في أكتوبر في أعلى مستوى له منذ أبريل 2020. في المقابل تراجع إنتاج السعودية من النفط ليصل إلى 10,957,000 برميل يوميا في أكتوبر من 11,041,000 برميل في سبتمبر. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على المكاسب مدعومة بارتفاع أسعار النفط، بينما أنهى المؤشر السعودي موجة للصعود استمرت ثلاث جلسات مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من الركود. ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3% مواصلا الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، كما أغلق مؤشر دبي بزيادة تصل إلى 0.3%، وامتدت المكاسب لبورصة قطر التي أنهى مؤشرها الرئيسي على ارتفاع نسبته 0.1%. في المقابل تراجع المؤشر السعودي 0.6% منهيا ثلاث جلسات من المكاسب، بينما علقت بورصة البحرين التعاملات بسبب عطلة رسمية للسوق. أغلقت مؤشرات البورصة اليمنية عند أدنى مستوى في 6 أسابيع، وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.5% في ثالث جلسة على التوالي من التراجع، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 76%. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل أثار الدير بمدينة دمياط الجديدة في الكشف عن 20 مقبرة تعود إلى العصر المتأخر. تنوعت المقابر المكتشفة ما بين مقابر من الملوك من طوب اللبن والحفر البسيطة، وذلك أثناء استكمال أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بالموقع. والآن موعد أخبارنا الرياضية في نشرة التاسعة. مرة أخرى فاطمة خليل. شكرا سحر، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. فاز بيراميدز على ضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 17 محتلا المركز الرابع، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 6 في المركز 15. حقق فريق فيوتشر فوزا على ضيفه غزل المحلة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز. بهذه النتيجة يصل فيوتشر للنقطة 18 في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثالث حتى الآن، فيما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 16 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري. فاز الاتحاد السكندري على مضيفه سموحة بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز. بهذا الفوز وصل الاتحاد السكندري إلى النقطة 15 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 في المركز 11. سيطر التعادل السلبي على مباراة سيراميكا كليوباترا وضيفه الداخلية في الدوري الممتاز. بتلك النتيجة وصل سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 11 في المركز 7، بينما ارتقى الداخلية إلى المركز 16 برصيد 4 نقاط. رصدت لقطات فيديو
وردود فعل لمواطني الأرجنتين بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم وإهداء ليونيل ميسي بلاده البطولة الثالثة في المونديال. وشرع العمال في تنظيف الشوارع التي شهدت احتفالات بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بأربع ركلات ترجيح مقابل 2، بهذا بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3 أهداف لمثلهما. أمس احتفلنا حتى وقت متأخر، واليوم نستعد للاحتفال مجددا. الأطفال تسلقوا أعمدة النور في المدينة، هذا لا يصح ولا أحب ذلك كأرجنتيني، لأنه يجعلنا نبدو بصورة سيئة مع وجود العديد من السياح. نحن الأرجنتينيون نحب كثيرا كرة القدم. مشاهدين، انتهاء هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر محمد لاستكمال ما تبقى من 9. شكرا لك فاطمة. توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق برعاية الصين رئيسة مؤتمر الأطراف COP15 لاتفاق تاريخي في مونتريال للحد من تدهور التنوع الحيوي وموارده. واتفقت البلدان على خريطة طريق تضم في جملة أهدافها حماية 30% من الكوكب بحلول عام 2030 وتخصيص 30 مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة. ومن جهود صون الطبيعة إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. حالة الطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة 9. فاطمة خليل، إليك مرة أخرى فاطمة. شكرا محمد، شكرا سحر، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس خريف مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 22، الصغرى 15، اسكندرية 21 16، مطروح 20 15، بورسعيد 22 16، إسماعيلية 23 14، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 24 14، العريش 22 14، طابة 23 16، شرم الشيخ 27 17، الغردقة 27 17، جوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 28 14، أسوان 29 14، الوادي الجديد 26 10، شلاتين 27 20، حلايب 25 19، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. Grazie. Ciao. بلقطة اليوم نصل لنهاية نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. توجيهات رئاسية بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية بوحدات الرعاية الأساسية، ومتابعة من الرئيس السيسي لجهود تطوير شركات قطاع الأعمال. خلال اجتماع مجلس المحافظين، رئيس الوزراء يوجه بضرورة مواجهة أي محاولات لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع بمنتهى الحسم. الأردن يستضيف غدا قمة إقليمية لدعم جهود العراق في مواجهة تحدياته، فضلا عن ملف أمن الغذاء والطاقة بالمنطقة والعالم. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسين. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا سحر؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ ايه أكتر شائعة لفتت نظركم النهاردة؟ كان في إشاعات كتيرة النهاردة يعني شفناها على السوشيال ميديا على أكتر من صعيد، اللي هيحصل إلغاء للعلاج بالمجان وخصخصة المستشفيات وكلام. ايوه شائعة غريبة يعني، مهم انها جاية في الميعاد. بص برضو العيال بتاعت الاخوان دي قرود يعني. الشيء الشائعة الطالعة بتاعت هنبيع مستشفيات الحكومة وهتتخصخص وخلاص مفيش تأمين صحي ومفيش علاج مجاني ومفيش الكلام ده. احنا بيقولوا الكلام ده، واول امبارح كنا لسه بنتكلم على الاتفاق اللي ما بين مصر وما بين صندوق النقد، جزء من الاتفاق انه يتم توسعة مظلة الحماية وتعميم التأمين الصحي الشامل على عموم الجمهورية. فيجي الإخوان يعملوا إيه؟ إلحق إلحق، ده هيلغوا مستشفيات الحكومة. أنا في رأيي، وصححوني برضه أنا غلطان يعني، هو كل ما بيلاقيك ماشي في اتجاه صح بيبتدي يعني يحاول يضرب في نفس ذات الاتجاه ويخوفك منه، فيبدأ يقلق الناس. ده أكيد. لا لا، مذهلين مذهلين. ده أكيد. الغريب ان في ناس لسه بتصدق، ما ده بقى بيغيظني. بس في حاله وعي كبيره بانها اشاعات مغرضه، والناس ما بقتش تصدق زي زمان يا يوسف يعني. في ناس كتير والله اتمنى يا محمد الواحد تعب من الحكايه دي، حاجه مؤلمه جدا. اشكركم يا جماعه وتعبتكم معايا كما جرت العاده. الجو النهارده حلو، درجه الحراره معتدله في الاستوديو زي ما احنا متعودين دايما. صحر موجودة يبقى درجة الحرارة تحت الصفر طبعا، معروف تحت الصفر بكتير. شكرا يا صحر، والله مش عارفين نودي جمالك دي فين. كل الشكر ليكم، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.